نحن الآن بأحد مراكز الإيواء الذي أنشئ حديثا بقرية الزعينية الواقعة بريف جسر الشغور الغربي. هذا المخيم يقطن فيه أكثر من 30 عائلة لجأوا إليه بعد الأضرار التي لحقت في بيوتهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. خلال ليلة أمس شهد هذا المخيم رياح قوية جدا وعاصفة هوائية تسببت بأضرار كبيرة في هذه المخيمات. معي الآن أحد الأهالي هنا في هذا المخيم ليحدثنا أكثر عن أحوالهم في ظل العاصفة الهوائية. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. يا رب يبارك فيكم. حكينا عن أوضاعكم اليوم بهذا المخيم وعن أهم احتياجات الأهالي. أهم شغلة الخيم ناقصة عوازل، ناقصة أرضيات، ناقصة مواد غذائية، ناقصنا كتير شغلات. مثل ما شايف شوفت عينك الهواء مبارحة كان الحمد لله صعب كتير ومزق كتير خيام. وجد نحن بنناشد المنظمات بس تعطينا عوازل احتياجات لهالمخيم. الخيمة كم عائلة قاعدة فيها ساكنين فيها؟ كل خيمة ساكنين فيها 3 عوائل. ونتمنى انه يجيبوا لنا خيام اكثر يعني لان كل خيمه ساكنين فيها جد 3 عوائل. هذا المخيم في صرف صحي، في مياه، شو اهم احتياجاته؟ معلم صرف الصحي السمام الوجد يعني بنناشد انه بدنا صرف صحي، بدنا عوازل، بدنا كثير شغله يعني حتى مياه ما فعم يجيب بالجالونات للخيمه. الحمد لله على السلامة. والله يعطيك العافية يا رب. عواصي يا أخي. إذن كما سمعنا مشاهدين أوضاع إنسانية شديدة يعيشها الأهالي هنا في هذا المخيم الذي كما ذكرت سابقا هو مخيم أنشئ حديثا ويعاني من نقص حاد لجميع المواد الأساسية والخدمية والغذائية. ويطالب الأهالي هنا في هذا المخيم تلبية مناشداتهم من قبل منظمات المجتمع المدني في المنطقة. جمال أحمد حلب، اليوم ريفو إدلب.